كيف بكون ناجح وما يعرف الفشل طريقه لحياتي؟ لما بيكون الفشل فردي منقول هالإنسان ما عرف يشتغل، أما لما بيكون الفشل هو فشل جماعي لمجتمع بأكمله لأمي بأكملها، بصير واجب علينا أنه ندور على الأسباب لحتى نحن نعرف سبب هالفشل. معظم الناس بيفشلوا بحياتهم بطريقة متكررة غير مفهومة، بتلاقي فتح مشروع سكر وفشل، خطبت فكت خطيبة، تزوج ما ارتاح بزواجه، اشتغلت ردت تقلعت من شغلها. وللأسف الناس ميالة انها تروح ورا الأمور الخرافية، بيقلك صيبت عين، عاملين لي عمل، حظ، هيك أنا حظي بالحياة وفلان حظه غير حظي بالحياة. ليه؟ لأنه ما بيحبوا يراجعوا شو هن عم يغلطوا ويصلحوا أخطاءهم. أهم سبب لفشل الأفراد وفشل مجتمع بأكمله هو انعدام ثقافة الشكر. القصة وما فيها انه هالشعوب بينقوا لحتى ياخدوا طلبهم، ولما بياخدوا طلبهم بيعطوا المجد لذاتهم، ما بيرجعوا بيشكروا ربنا وبيلتهوا بالطلب اللي اخدوا. شعوب ما بيعرفوا يشكروا رب الإله إلا بالخيبات، ولا بيعرفوا يشكروا الإنسان اللي بيعمل معهم خير، لهالسبب ما بيدوم عليهم خير. تخيلوا انه الكتاب المقدس بيجمع غير الشاكرين مع الاشرار، وبيجمع غير الشاكرين مع النجسين ومع المجدفين. لهالدرجة رب الاله بينغاظ من الانسان اللي بياخد طلبه وما بيرجع بيشكر، لهالسبب بتنسحب النعمة المعطاة لهالانسان. بلوقا الأصحاح 17 الآية 11 بخبرنا عن حكاية 10 رجال كان معهم برص، شافوا الرب يسوع فترجوه لحتى يشفيهم، فالرب يسوع قال لهم روحوا ورجوا حالكم للكاهن. ورجوا حالكم للكاهن بهداك الوقت كاهن اليهودي، لأنه الكاهن هو الوحيد اللي بيقول مين طاهر من البرص ومين لساته نجس أبرص. فلو إن رايحين على الطريق شفيوا راح منهم البرص، رجع واحد منهم لما شاف هيك لعند الرب يسوع وسجد عند رجليه وشكره لأنه شفي. قال له الرب ليش مو العشرة شفيوا، وين التسعة الباقيين انت وحدك رجعت؟ هون منفهم انه الرب بينطرنا لحتى نرجع نقول له شكرا يا رب شفينا. بتقول ربنا ما بيعرف، بيعرف بس بينطرنا، بيحب يسمع صوتنا وبيحب الشاكرين انه نرجع نحنا ونشكره. لما بيستجيب الرب لطلبك اركود اركيد، اركع وقل له يا رب يا أبي شكرا لأنك استجبت لطلبتي. أول شيء لتكون من الشاكرين، لتكون تعترف بالجمايل اللي ربنا غمرك فيها. ثاني شيء والأهم، لما تنسحب منك الخير والبركة اللي أعطيت لك وترجع تبكي وترجع تصلي من أول وجديد مرة تانية وتنضب حظك. قديما كان شعب الرب يشكر الرب بذبائح، في شيء اسمه قرابين شكر، ذبائح شكر، هاي كانت تكلفهم خواريف وحمام وقصص يذبحوها ويقدموها. بعهد النعمة انت كمؤمن مانك مضطر لهي التكلفة، اعفينا من هالتكليفات اللي كانوا يدفعوها قبل. بيعلمنا الكتاب المقدس الشكر المقبول عند الرب الإله، بيقول شاكرين كل حين على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح لله الآب. شكور قبل ما تتحقق الطلبة وبعد ما تتحقق، قبل ما تاكل وبعد ما تشبع وتخلص أكل، شكور قبل ما تشتري بيت وبس يصير عندك بالبيت ركع فيه وشكور الرب اللي عطاك يا، قبل ما تشتغل وبعد، قبل ما تسافر ولما توصل، مو بس قبل ما نسافر لبين ما نأمن أنه نحن وصلنا، لحتى تدوم علينا النعم والبركات. الشكر بيحقق المعجزات. ليه منقول اللي بيشكر ما بيعرف فشل؟ هو مفتاح النجاح، أحد مفاتيح وأول مفاتيح نجاح الإنسان هو الشكر. لاحظوا في ناس اللي بتفشل بيكونوا أذكياء وحاسبين ومعهم مصاري في منهم وبيفشلوا، ما بيعرفوا إنه هن يشكروا. الشكر هو مفتاح
النجاح؟ كيف بيحقق المعجزات؟ خايف انت تاكل اكله معينه ما بتسوى لك، جا على بالك تاكل اكله قالوا لك لا هي حرام ما تاكلها الى اخره. بيعلمنا الكتاب المقدس وبيقول لا يرفض شيء اذا اخذ مع الشكر لانه يقدس بكلمه الاله والصلاه. خايفين مثلا ما تستجاب طلباتكم عند الرب الاله وما يستجيب دعواتكم، بيعلمنا الكتاب المقدس وبيقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الإله. بختم معكم برسالة بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس الإصحاح 4 الآية 15 بيقول لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله لذلك لا نفشل. المجد والكرامة والشكر لإلهنا إلى أبد الآبدين. آمين. وعيد شكر مبارك للجميع. تبقوا بخير.